بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا اللجوء للقضاء هذا يعتقد يعني حق مشروع للجميع، ولكن المستفيد من هذا القرار أو المتضرر من هذا القرار هو من سيلجأ للقضاء. أعتقد لو استمر الأمر على ما هو عليه ربما من سيلجأ للقضاء هم المتضررين منه، وهم أصحاب الاعتمادات وأصحاب الحوالات، بمعنى كل من يشتري الدولار على سعر ال5 دينار و7 قروش الحالي أو ال5 دينار الحالي ربما سيلجأ للقضاء للحصول على تعويض. أعتقد وحتكون يعني قضية تقريبا يعني بحسب وجهة نظري قضية محسومة يعني لصالح رافع الدعوة، ولكن لا بإذن الله لن يصل الأمر لهذا الحال ولن يضطر أحد للجوء للقضاء، ونتوقع أن يحدث انفراج في تعديل سعر الصرف في الأيام والأسابيع القادمة. طيب، إلى أي مدى ستتأثر قيمة الدينار في المستقبل القريب بسبب استمرار الانقسام الحاصل في مجلس الإدارة؟ طبعا سعر الصرف زي ما نعلم حاليا هو في حدود 5 دينار في السوق الرسمي في المصرف المركزي، وحوالي 5 دينار وربع او 5 دينار و27 قرش في السوق الموازي. هذا التجاذبات الحاصله حاليا هي حتجعل السوق الموازي في حاله حذر وترقب، لان في اي لحظه حيتم تطبيق القرار ربما بين بدايه السنه القادمه حيحدث انفراج كبير. لذلك نتوقع ان يكون هناك زياده في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، بالعكس ربما سنشاهد انحسار الى الخلف قليلا. بالمقابل ربما توقع زيادة سعر الصرف في المصرف إلى مستويات أعلى من السعر الحالي، فيما لو أقدم المصرف أو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع الفائدة ربما سنشاهد ارتفاع الدولار في المصرف إلى مستويات أعلى، وهذا ما سيشكل ضغط على المصرف المركزي وعلى محافظ المصرف المركزي صديق كبير، وسيحرجه في اتجاه القبول بتعديل سعر الصرف. طيب، رغم هذا الانقسام الواضح منذ أشهر لم نرى أي بيان أو تعليق على عدم الاستمرار في توحيد مجلس الإدارة من شركة ديلويت التي أشرفت على المراجعة طيلة السنوات الماضية، ما تعليقك؟ طبعا الغياب الشفافية وغياب المعلومات على هذا الأمر يعني ليست مسؤولية شركة ديلويت، هذا الأمر مسؤولية مصر المركزي في طرابلس بالدرجة الأولى والفرع في البيضاء، وهنا نلاحظ غياب المعلومات وقصور المعلومات ومحاولة التعتيم على الأمر، يعني وكان الأمر لا يعني الليبيين، وكأن الصديق الكبير ومن معه هم الأوصياء الوحيدين على ليبيا، هم اللي مسؤولين على إدارة الأموال الليبية والباقي الناس يعني وكان الأمر لا يعنيهم. هذا الأمر يعني متعودين عليه على مدار السنوات، على مدار السنوات الماضية حوالي 7 أو 8 سنوات الماضية وربما حتى أكثر، مرات خروج الصديق الكبير محدودة جدا وفي مرات قليلة يعني خرجوا ربما بكلامه وبتصريحات يعني محدوده بشكل متحفظ، بعكس طبعا ملاحظه مصير على الحبري انه يخرج دائما للاعلام ويحاول يوصل وجهه نظره. فيما صرح به المحافظ المصرف المركزي اليوم حيبقى كل ما قال الصديق علي الحبري اليوم كلام صحيح الى ان يخرج الطرف الاخر ويخرج الصديق الكبير ويفند او يدافع او يعزز او ينفي ما ينسب اليه من اتهامات من ضمنها رفض توحيد المصرف المركزي. هذه التهمه الان الصقت بالصديق الكبير، اطلقها اليوم السيد علي الحبري وهي صحيحه الى ان يخرج احد المصرف المركزي طرابلس ويفند هذا الادعاء. طيب، هل يمكن تخفيض سعر الصرف وفي نفس الوقت الحكومة ما زالت مستمرة في زيادة الإنفاق، وما تأثير هذا الأمر؟ تعديل سعر الصرف ممكن جدا، توسع في الإنفاق ليس هناك توسع في الإنفاق بالمعنى الحقيقي لتوسع الإنفاق حاليا إلى عند سنة لعند 31 أو لعند 30/9 هناك فائض في الميزانية بحوالي 20 مليار دينار، المصروفات أقل من إيرادات الحكومة بحوالي 20 مليار دينار، هذا لا يعني وجود توسع في الإنفاق، هذا الأمر جيد وهو ما شجع على فكرة تخفيض سعر الصرف. اللجنة الفنية في المصرف المركزي اشتغلت على سعر الصرف ال4 دينار وربع على سنة 2022 وأيضا عملت سيناريو سنة 2023 وكان الأمر ممكن جدا تخفيض سعر الصرف عند ال4 دينار وربع مع حجم التوسع في الإنفاق اللي ذكرتيه حضرتك من الحكومة، مع ذلك بالإمكان جدا تخفيض سعر الصرف إلى حدود ال4 دينار وربع وربما حتى أكثر من ذلك مستقبلا.